نظمت قوة الإطفاء العام ندوة عن مخاطر وتحديات نظام التكسية الخارجية للمباني وأهمية الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة. وانعقدت الندوة تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، وبحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، الذي أكد أهمية مثل هذه الندوات الوقائية التي تسلط الضوء على أهمية التكسية الخارجية للمباني ومدى جماليتها للواجهات الخارجية وخطورتها في نفس الوقت إذا لم تلتزم باشتراطات السلامة. تحدي كبير واجهناه في عدة مباني موجودة بالديرة، خاصة المباني بقيد الإنشاء. لما نشوف الكتل الكبيرة والفحم متطايرة، فعلا تشتتت جهود رجال الإطفاء، ما يدري هو يكافح الحريق الرئيسي أو يكافح الحريق اللي دار اللي حوالينا، خاصة لما يكون في مناطق مكتظة ومناطق حساسة بالدولة، قالبا دائما تكون في العاصمة. ضف إلى ذلك أن المباني هذه المرتادين فيها أعداد كبيرة من البشر، وهذا بعد جانب ثاني، وهو اللي دائما أول ما نطلع للحريق نتأكد أن تم إخلاء المبنى بالكامل عشان نضمن أن ما تكون وفيات، لأن الهم الأولاني لنا وهو حياة البشر وأرواح البشر، الهم الثاني يجي خسائر البشرية أو الإنهاء من الحريق. اليوم أقمنا ندوة تحت رعاية معالي الشيخ طلال خالد أحمد الصباح، نائب الأول رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة، وبحضور سعادة الفريق خالد المكراد رئيس قوة الأطفاء. الندوة كانت تتكلم عن أكسية المباني، ولا شك أن الأكسية تختلف باختلاف مواد البناء. إحنا اليوم نحاول نعمل رابط ما بين الشكل الجمالي للمباني وسلامتها، بحيث أنها تكون مستخدمي هذه المباني ويكون في وضع آمن أثناء استغلالهم لهذه المباني. اليوم إحنا ندوتنا بعنوان تحديات ومخاطر الأكسية الخارجية للمباني. والأكسية هي عبارة عن الغلاف الخارجي للمباني نفسها، وإحنا اللي نسميها في العامية التشطيبات النهائية. ظهرت هذه المشكلة في الآونة الأخيرة، وجود أن هذه المواد يعني الخفيفة اللي دائما تكون من المواد الألمنيوم والتركيبات اللي تكون عبارة عن ألمنيوم مضغوط بمواد قابلة للاشتعال تشكل خطورة عالية. فصار اليوم أن في حد من الاستخدام هذا للمواد هذه ونظام التركيب السيء. فإحنا بالنسبة لنا إحنا عندنا يعني اشتراطات وقائية على المباني التجارية والاستثمارية، ويتم موافقة عليها بمخططات رسمية، ولكن المباني السكن الخاص لا يوجد لدينا أي إجراء عليها إلا النصح والإرشاد والتوعية.